وانا بذاكر لقيت الباب بيخبط، في حاجه احنا جايبينها لاستاذ الاء غبور. فطبعا اول حاجه جت في بالي هو ده، وجماعه انا عندي امتحانات ميد تيرمز. بس اول ما استلمته لقيت بجد انا كنت خلاص هفتحه، بعدين قلت افتحه ولا ما افتحوش؟ ماما افتحه، قالت لي ما تفتحيه. قلت لها قالت لي ايه المشكله؟ قلت لها انا كنت عايزه اصور فيديو. بعدين ايه، كنت بعتها لكم حد من صحابي، فلقيت صحابي بيقولوا لي ايه تصوري الانبوكسنج، فاللي هو حسيت لا انا فعلا محتاجه اصور الانبوكسنج. جماعه انتوا السبب في ده، ف لا لازم اصوره معاكم ولازم. مش قادره اصدق، فعلا مش قادره اصدق. يلا نفتحه. بسم الله. نبدا منين؟ انا عايزه اقول لكم حاجه، انا عيد ميلادي يوم 3/11، يعني خلاص تقريبا كمان 10 ايام، فدي احلى هديه عيد ميلاد هتجيلي. نقطع ازاي؟ بس انا جايبه ايه. هعور نفسي بقى عشان ايه افتحه. بسم الله. طب احنا محتاجين كمان مع ده مقص، هروح اجيب مقص. مقص هيكون اسهل. جماعة انا كان نفسي ان هو يكون الفيديو بشكل اكسره بقى عشان افتحه، بشكل يكون مور كرييتيف ويكون في حركة وبتاع، بس بجد انا اصلا ما عنديش وقت ورايا امتحانات. طيب لا ده انا فعلا هعور نفسي. عمري يا جماعه ما كنت اتخيل ان انا ممكن اوصل للحظه دي، والله العظيم. مش لازم تكتفوه كده يعني. يا جماعه اللحظه المنتظره. مش مصدقه نفسي، مش مصدقه، مش مصدقة. بسم الله. او ماي جاد. جماعة درع اليوتيوب 100,000. او ماي جاد. لا انا هعيط. مش مصدقة. انا بص بجد بحب اقرا المسج دي قوي، عشان انا بحس ان هي so special. You have just done something that very few YouTube creators accomplish. You have had an astonishing 100,000 people subscribed to your channel. لو انتو يعني we know that numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind the 6-digit milestone. Each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you created. They were inspired, challenged or entertained. I'm not sure. Stop. هو الناس ممكن تفتكر ان الموضوع اوفر، بس بجد يا جماعه انا هنزل لكم صوره للمسج عشان هي بجد it's so inspiring. انا هبروزها جنب البوتن عشان بجد دي احلى حاجه حصلت لي في حياتي. انا مش يا ماما بعدي عن الاوضه. ماما جايه حطيته الغسيل. انا عايزه اشكركم، انا بجد عايزه اشكر كل واحد فيكم على اللي انا فيه ده، عشان انا من غيركم ولا حاجه. انتوا ال 100,000 شخص. لا يا جماعه انا مش قادره، انا فعلا مش قادره، انا مش عارفه اقول ايه ولا ايه، بس انا بجد متاثره جدا ومبسوطه قوي وعندي ميكست فيلينجز. انا عمري ما كنت اتخيل نفسي ان انا ممكن اوصل للبوينت دي خالص. اول ما كنت في يعني لما كنت بحلم بال 100,000، انا اول شخص شفته اخذ ال 100,000، وهو كان بصراحه من اول الاشخاص اللي كانت بتشجعني جامد قوي، يعني I was inspired by him. كان احمد ابو زيد صاحب قناه دروس اونلاين، هو ده كان اول واحد مصري تقريبا انا شفته بيستلم درع الدرع ال 100,000 وكان مصوره، فكان بالنسبه لي انسبيريشن كبيره قوي. فانا والله اللي خلاني اصور الفيديو ده هو ان انا الناس تشوف البروسيس كده وازاي الموضوع تطور معايا. انا فعلا انا مش عارفه اقول ايه، بس هم هنا بيقولوا لي ان الاميليون سبسكرايبرز مي سيم ا لونج واي اوف رايت ناو، ممكن تكون حاجه بعيده قوي، بس يور كلوزر ذان يو ثينك. فبجد هي الهديه دي جات لي في وقت انا فعلا كنت محتاجاه. الناس حتى نفسها انتوا كنتوا شايفين قد ايه انا كنت ميتة شوية على يوتيوب، لدرجة ان انا قريب قوي ممكن اقول لكم ان
اربع خمس ايام كنت بفكر ان انا اوقف، وصحابي القريبين عارفين الموضوع ده. ف شكرا يوتيوب، شكرا لكل واحد فيكو اللي عمل سبسكرايب، شكرا لكل واحد بجد صدق فيا وعمل سبسكرايب عشاني انا وعشان المحتوى اللي انا بقدمه. بجد مش عارفه اشكركم ازاي، وبجد انا عيطت، انا عيطت خلاص مش عارفه اقول لكم ايه، بس شكرا بجد، شكرا قوي. بس انا مبسوطه جدا، الحمد لله الحمد لله يا رب. عايزه اقول لكم زي ما دايما بقول لكم ان الاحلام بتتحقق، انا من اقل من تقريبا سنة كنت عاملة فيجن بورد، كنت حاطة عليها درع 100,000، كنت حاطة جنبها عدد السبسكرايبرز عندي كان 6,000 سبسكرايبر ودرع 100,000، وكنت حاسة ان دي حاجة مستحيلة ان هي ممكن تحصل بالنسبة لي، بس بجد اهو سنة وكام شهر معايا درع 100,000. الاحلام فعلا بتتحقق، وبجد كل واحد من سنة كنت في يوتيوب نكست اب، وانتوا السبب في كل ده. مش هوقف وهكمل، وان شاء الله نوصل للمليون مع بعض. شكرا جدا، وبجد خليكوا ورا حلمكم وامنوا ان هو هيتحقق ساعتها، بس هو اللي هيتحقق بجد. شكرا.